السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة الإحصاء. سنتحدث اليوم عن تحليل الفئات الكاملة. في البداية يجب أن نشير إلى مفهوم المتغيرات الكامنة في الإحصاء. المتغيرات الكامنة أو الخفية أو باللغة الإنجليزية latent variables هي متغيرات لا يمكن قياسها بشكل مباشر، مثل السمات الشخصية، الذكاء، جودة الحياة، وهي عكس المتغيرات الظاهرة manifest variables، وهي متغيرات يمكن قياسها مباشرة مثل الوزن، الطول، ضغط الدم، عدد ساعات النوم، أسعار البضائع في السوق. تستخدم المتغيرات الكامنة عادة في الدراسات النفسية والاجتماعية والاقتصادية لقياس مفاهيم عادة لا يمكن قياسها بشكل مباشر. توجد طرق عديدة لتحليل المتغيرات الكامنة مثل Exploratory Factor Analysis، Confirmatory Factor Analysis، Structured Equation Modeling، Multidimensional Scaling، Cluster Analysis، Latent Class Analysis. تحليل الفئات الكامنة هو أحد أنواع التحليلات الإحصائية لتحليل المتغيرات الكامنة، وهو يصلح إذا كان لدينا متغير كامن واحد وكان هذا المتغير فئويا، بالإنجليزي categorical variable. في هذا التحليل يتم تقسيم المجتمع المراد دراسته إلى عدة فئات، بحيث يكون تأثير هذا المتغير مختلفا من فئة إلى أخرى. وتستخدم طريقة تسمى Expectation Maximization، بالعربي تعظيم التوقع أو EM، لتقدير قيم البارامترات. أي سوف نشير في صفحات القادمة إلى أن هذه البارامترات هي عبارة عن احتمالات. عند تحليل المتغيرات الكامنة عادة يتم رسم path diagram يوضح علاقة المتغيرات ببعضها. في الشكل أدناه المتغير الكامن تم تمثيله بشكل بيضاوي، والأسئلة التي يفسرها هذا المتغير تم تمثيلها على شكل مستطيلات. يمكن أيضا إضافة متغيرات إضافية تسمى covariates تساعد في تحسين التوقع في هذا النموذج الرياضي. كمثال على هذا النوع من التحليل، قمنا بعمل دراسة صغيرة لتأثير مرضى الكورونا على الحياة اليومية في مملكة البحرين، بهدف معرفة الاختلافات بين المواطنين في التعامل مع الوضع الجديد الذي سببه هذا الفيروس المعدي. تم توزيع الاستبيان عبر برنامج الواتساب في الفترة بين 21 يونيو 2020 و 28 يونيو 2020. معظم الأسئلة كانت ذات إجابات محدودة مثل نعم أو لا. شارك في الإجابة 107 شخص، جانب من الأسئلة التي تم طرحها على المشاركين: هل تعتقد أن مرض الكورونا هو مؤامرة من الحكومات الأجنبية على الدول النامية للتأثير على اقتصادها؟ هل تعتقد أن مرض الكورونا تم تحضيره في مختبر بيولوجي؟ هل تخشى أن يصيب مرض الكورونا أحد أفراد عائلتك من كبار السن؟ هل تقوم بممارسة التباعد الاجتماعي أثناء زيارة الأهل والأصدقاء، وذلك بترك مسافة آمنة ولبس كمامات؟ هل تعتقد أن مرض الكورونا غير خطير ولا داعي للخوف منه؟ هل تؤيد الأوامر الحكومية الاحترازية التي تهدف للحد من انتشار مرض الكورونا، مثل لبس الكمامات في الأماكن العامة والدعوة إلى العمل عن بعد إن أمكن، وإغلاق دور السينما وغيرها؟ هل قمت بتقليل عدد الزيارات إلى والديك بعد انتشار مرض الكورونا؟ هل تقوم باصطحاب أطفالك معك عند زيارة والديك؟ هل تؤيد فتح المساجد في ظروف انتشار مرض الكورونا؟ هل تقوم بغسل يديك عند الرجوع إلى المنزل؟ هل تقوم بتغطية فمك باستخدام كوعك عند العطس حتى لا ينتشر الرذاذ؟ هل تؤيد أن تقوم الحكومة بفرض حظر التجوال للسيطرة أكثر على انتشار المرض؟
تم استخدام برنامج الآر استخدام المكتبة PoLCA لإجراء تحليل الفئات الكاملة، وتم افتراض وجود ثلاث فئات، وتوصلنا إلى النتائج التالية. الفئة الأولى وهي تمثل 42% من المجتمع لا تؤمن تماما بنظرية المؤامرة، 55% من هذه الفئة قالوا أنهم لا يؤمنون بنظرية تحضير الفيروس في المختبر، تعارض إعادة فتح المساجد. 50% قالوا أنهم أحيانا يغطون فمهم بالكوع أثناء العطس، وهذه الفئة تؤيد حظر التجول. الفئة الثانية تمثل 43% من المجتمع تؤمن بنظرية المؤامرة بنسبة 100%، تؤمن بنظرية تحضير الفيروس في المختبر بنسبة 100% أيضا، أي أنها أكثر إيمانا من الفئة الأولى في هذا الصدد. تعارض فتح المساجد ولكن بنسبة أقل، 60% قالوا أنهم دائما يغطون فمهم بالكوع أثناء العطس، أيضا هذه الفئة تؤيد حظر التجول. الفئة الثالثة 14% من المجتمع لا تؤمن بنظرية المؤامرة ولا تؤمن بنظرية المختبر، تؤيد إعادة فتح المساجد بنسبة 60%، تقوم دائما بتغطية الفم بالكوع بنسبة 100%، لا تؤيد حظر التجول. تفسير هذه النتائج: إذا افترضنا أنه توجد ثلاث فئات في المجتمع، فإن هذه الفئات لها الصفات التالية: فئة من الناس تقبل بنظرية أن الدول الكبرى متآمرة على الدول النامية لغرض الاستيلاء على أموالها، وهي ترجح أن يكون الفيروس مصنوعا في مختبر لهذا الغرض. هذه الفئة تخاف من ضرر الفيروس بشدة لديها، فهي تعارض إعادة فتح المساجد وتؤيد حظر التجول. مع ذلك فإن هذه الفئة ليست ملتزمة تماما بتعليمات الوقاية من الفيروس. هذه هي الفئة الثانية. وهناك فئة أخرى أقل تصديقا لنظرية المؤامرة ونظرية المختبر، وأقل التزاما بتعليمات الوقاية من الفيروس، وهي الفئة الأولى. وهناك فئة أخيرة وهي فئة لا تصدق نظرية المؤامرة ولا نظرية المختبر، هذه الفئة تلتزم بالتعليمات تماما ولا تؤيد حظر التجوال، تؤيد إعادة فتح المساجد، وهي الفئة الثانية في هذا التحليل. كيف نقوم بقراءة النتائج التي يتم استخراجها عن طريق برامج الإحصاء؟ سوف نستعرض الآن نتائج تحليل Latent Class Analysis. كما ذكرنا فقد تم إجراء التحليل باستخدام برنامج الآر باستخدام المكتبة PoLCA المتخصصة في إجراء تحليل LCA، ونشير إلى أنه من الصعب إجراء مثل هذه التحليلات بدون برامج متخصصة. تم تحديد عدد الفئات بثلاث فئات كاملة، فيما يلي التحليل للسؤال عما إذا كان المشترك يؤمن بنظرية المؤامرة. الأرقام هنا تمثل احتمال الإجابة بنعم أو لا لكل فئة، فمثلا الرقم 1 أمام كلاس 1 وتحت العمود نو يعني أن احتمالية أن يجيب المشترك من الفئة الأولى بلا هي 1، أي 100%، وهذا يعني أن الفئة الأولى لا تؤمن بنظرية المؤامرة. وعلى العكس من ذلك الفئة الثانية تؤمن بنظرية المؤامرة، لأن احتمالية أن يجيب المشترك من هذه الفئة بنعم هو 100%، أما الفئة الثالثة فاحتمالية الإجابة بلا هي 85% تقريبا، أي أن هذه الفئة لا تؤمن بنظرية المؤامرة على الأغلب. هذا التقسيم يرجح وجود أشخاص يميلون إلى تصديق نظرية المؤامرة بسرعة وآخرين لا يصدقونها بسهولة. فيما يلي نتائج تحليل السؤال الثاني، نلاحظ هنا أن احتمالية الإجابة الفئة الأولى بلا هي 55% تقريبا، وهي نفس الفئة التي قالت أنها لا تؤمن تماما بنظرية المؤامرة. وهذا يعني أن الإجابة بلا على السؤال الأول لا يعني بالضرورة الإجابة بلا على السؤال الثاني بالنسبة لهذه الفئة.
لكن في حالة الفئة الثانية فإن احتمالية الإجابة بالنعم هي 100%، مع العلم أنها أيضا أجابت بنعم فعل السؤال الأول. نتائج الفئة الثالثة مشابهة لهذا السؤال، حيث أن احتمالية إجابتها بلا على سؤال نظرية المختبر هو 89% تقريبا. السؤال الثالث والرابع، النتائج ترجح أن جميع الفئات لديها خوف بأن يصيب كبار السن في العائلة بالفيروس، وهذا يدل على أن الجميع يعتقد بأن تأثير الفيروس حقيقي بغض النظر عن وجود مؤامرة من عدمه، وكذلك بأن جميع الفئات تمارس التباعد الاجتماعي. بخصوص السؤال عن خطورة الفيروس، فإن جميع الفئات تعتقد بأن الفيروس خطير، وإن كان ذلك بنسب مختلفة، كما أن جميع الفئات تؤيد الخطوات الاحترازية التي قامت بها الحكومة لمنع انتشار المرض. جميع الفئات قلت زيارتها للأبوين، مع ملاحظة أن هناك نسبة من المشاركين أجابوا لا ينطبق. بالنسبة للسؤال عن إحضار الأبناء أثناء زيارة الآباء، يوجد نسبة من المشاركين ليس لديهم أبناء، لذا اختاروا الإجابة بلا ينطبق. سنتوقف في مسألة تفسير الأرقام لهذا السؤال بسبب اختلاف نسبة من لديهم أبناء. لاحظ أن الفئة الأولى هي أكبر فئة أجابت لا ينطبق، مما يدل على أنه ليس لديها أبناء أو أن الآباء ليسوا أحياء. يلاحظ أن الفئة الأولى بالنسبة للسؤال إعادة فتح المساجد، يلاحظ أن الفئة الأولى هي أكثر فئة تعارض فتح المساجد، حيث أن احتمال إجابتها بلا على السؤال المتعلق بإعادة فتح المساجد هو 90%. الفئة الثانية أقل دعما لفكرة فتح المساجد، حيث أن احتمالية إجابتها بلا هي 62%. الفئة الثالثة هي الأكثر دعما لفتح المساجد، حيث أن احتمالية الإجابة بنعم على هذا السؤال هو 61% تقريبا. بالنسبة للسؤال عن موضوع غسل الأيدي، فإن جميع الفئات تقول أنها تقوم بغسل يدها عند العودة للمنزل، وربما يكون هذا مؤشرا جيدا، ولكن الإجابات المسموحة لهذا السؤال كانت نعم أو لا فقط. في حالة السؤال عن تغطية الفم بالكوع عند العطس، تم إعطاء الخيارات لا دائما أحيانا، ويتضح هنا أن نسبة كبيرة من الفئة الأولى 50% أجابت أحيانا. في حالة الفئة الثانية 69% تقريبا قالوا أنهم يغطون فمهم بالكوع. وهذا يدل على أن نسبة الالتفات لموضوع خطورة المرض ليس مثاليا. الفئة الثالثة إجابتها تدل على أنها أكثر جدية في تطبيق الوقاية من الفيروس. أخيرا، بالنسبة للسؤال الذي يطرح دائما، وهو أن تقوم الحكومة بفرض حظر التجول لمنع انتشار الفيروس كما تم ذلك في العديد من الدول، نلاحظ أن الفئة الأولى والثانية متحمسين لحظر التجول، لكن الفئة الثالثة لا تؤيد حظر التجول. أخيرا، هذا الرسم البياني يوضح الاحتمالات التي تم الحديث عنها سابقا للفئات الثلاثة. وبهذا نصل إلى نهاية هذا الفيديو، ونأمل أن نكون قد وفقنا في إعطائكم مقدمة مفيدة عن هذا الموضوع.